السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Welcome students to الطريقة النورانية. We are going to complete the last session on lesson number 8, which is going to be the last four lines of this lesson. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ضماق قاف ضماق عين ضما واو عو عين ضما واو عو قوع قوع دال ضمتين دن دال ضمتين دن قعود قعود واو ضما وو واو ضما و جيم ضما واو جو جيم ضما واو جو وجو وجو ها ضمتين هن ها ضمتين هن وجوه وجوه همزة فتحاء همزة فتحاء ثا كسرى يا ثي ثا كسرى يا ثي أثي أثي ميم كسرتين من ميم كسرتين من أثي من أثي من همزة فتحاء همزة فتحاء لام كسرى يالي لام كسرى يالي ألي ألي ميم كسرتين من ميم كسرتين من ألي من ألي من با فتحاء با با فتحاء با صاد كسرى ياصي صاد كسرى ياصي بصي بصي را فتحتين رن را فتحتين رن بصيرا بصيرا خا فتحة خا خا فتحة خا با كسرى يا بي با كسرى يا بي خبي خبي را فتحتين رن را فتحتين رن خبيرا خبيرا را فتحة را را فتحة را حا كسرى يا حي حا كسرى يا حي رحي رحي قاف كسرتين قن قاف كسرتين قن رحيق رحيق شين فتحة شا شين فتحة شا ها كسرى يا هي ها كسرى يا هي شهي شهي دال ضمتين دن دال ضمتين دن شهيد شهيد عين فتحة ع عين فتحة ع ظا كسرى يا ظي ظا كسرى يا ظي عظي عظي ميم كسرتين من ميم كسرتين من عظيم عظيم قاف فتحة ق قاف فتحة ق را كسرى يا ري را كسرى يا ري قري قري با فتحتين بن با فتحتين بن قريبا قريبا كاف فتحة ك كاف فتحة ك را كسرى يا ري را كسرى يا ري كري كري ميم كسرتين من ميم كسرتين من كريم كريم ميم فتحة ما ميم فتحة ما جيم كسرى يا جي جيم كسرى يا جي مجي مجي دال ضمتين دن دال ضمتين دن مجيد مجيد ميم ضمام ميم ضمام حا كسرى يا حي حا كسرى يا حي محي محي ط ضمتين طن ط ضمتين طن محيط محيط نون فتحة ن نون فتحة ن عين كسرى يا عي عين كسرى يا عي نعي نعي ميم كسرتين من ميم كسرتين من نعيم نعيم يا فتحة يا يا فتحة يا تا كسرى يا تي تا كسرى يا تي يتي يتي ميم فتحتين من ميم فتحتين من يتيما يتيما يا فتحة يا يا فتحة يا سين كسرى يا سي سين كسرى يا سي يسي يسي را فتحتين رن را فتحتين رن يسيرا يسيرا را ضمارو را ضمارو واو فتحة يا وي واو فتحة يا وي روي روي دال فتحتين دن دال فتحتين دن رويدا رويدا قاف ضماقو قاف ضماقو را فتحة يا ري را فتحة يا ري قري قري شين كسرتين شين شين كسرتين شين قريش قريش عين كسرى يا عي عين كسرى يا عي شين فتحة شا شين فتحة شا عيشة عيشة تا كسرتين تن
تا كسرتين تن عيشة عيشة واو فتحة و واو فتحة و عين فتحة ع عين فتحة ع وع وع ميم كسرة مي ميم كسرة مي وعمي وعمي لام ضمة واو لو لام ضمة واو لو وعملوا وعملوا of course it's alif skip because of the circular sukun on it. ميم فتحة واو مو ميم فتحة واو مو ضاد ضمة واو ضو ضاد ضمة واو ضو موضو موضوع عين فتحة ع عين فتحة ع موضوعة 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 تا ضمة تن تا ضمة تن موضوعة 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 موضوعة. That concludes our lesson number 8. Now, in order to be successful in the exam that's coming up, the test, next test that's coming up, you really need to study this whole lesson. Practice, practice, practice. Practice makes it perfect, and you have to be persistent. We are almost done. It's half the book, right? And the only next section is sukoon. After sukoon, we're done. The book is done. So we have done the letters and we've done one section on harakat, and the next section is on the sukun, and that's it. And that is what is going to take us into the Quran. So whether you are intending to read the Arabic language or whether you're intending to read the Quran, very, very important to continue to practice. And we'll see you in the next session, the test session. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.